قدر الكاتم الكبير. المعاصي شناطكم معكم شناطكم قطعتوا قلبي يا شيخي. شباب طيب شباب خلصتوا خلصتوا. عبد القادر فحيماني جاي معه شنطته، فانا اقول هو متبرع يطلع الليله، هو فريقه فريق افق. باقي لنا فريقين يا شباب، اختصر علينا الموضوع. الفحيماني من الجمهور يعني عبد الله الفحيماني يحس انه ما قدم حاجه الاسبوع هذا، فهو يقول انا ما قدمت شيء فانا اتبرع اني اطلع. نسمع تحيه لفريق افق. والله يستاهلون يوم الدهر في الملعب الصابون. ابو شنب نبغى ملاحظه الجمهور يتركوني. يلا اعطونا اهات حزينه زي اللي قبل شوي. يلا يلا خذوا الفحيماني وادعوه لين يطلع مع الباب. يلا يلا وداع وداع. هذا الشيء خذوا ساعدوا 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 ساعدوا. اشترك الآن وتعالوا نشوف جديد رمضان مع المجد مع باقة من العروض المميزة والحصرية. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.